الأحباب يتمتنس ما الزفلون مرحبا يسون أرزرات مرحبا ديسنات مرحبا يسون رواهي البوسة لا كوفرتو سبيسالة تكمل ما كوفرتو يعنى نام نوغ بوكدو دا الجيري الجيري تاني تسفى 22 فيفري ما زالي تاني تسفى نكشم تورا دي الشهر في 8 والجيري نتسفغان يال تيكت يال جماعة يال ثلاثة يال اس بس الصوت الغض نسنو ذا فوياجي بس السنين يعني ذا الوقت تعديم أتجم ثمور ثقي يا ريفا سنين مزيناجي يا لاس أتصورين أتسفينن الوعي نسن نيفو نسن يعني زمانه دا وانت مرت نعقال بيرلمان ويقا كاع حكم تمرت خرب تمرت 62 تولا دل الوقت نسن ادجن امكن اجن سن يخرفن ادجن اي من زينكي اغاون ارتفات هذا وين اغاون الجزائر تجضيت الجزائر يتمنى يعني يفغان وقد ينغان لو قد يفكان تروح تنسن باش الصفا ناض نارومي باش دا وانت مرت تجضيت تولا دل الوقت مثلا مكتوب نقص وقل الجزائريين دل الوقت باش أنا عايش الجزائر كي تجديد وانس فادي مشو من كي افتمورثنا بس قايد مثلا بالك لان دو زيفينمون حدثين يعني امبورتون وتم زوث يا ثلاثة لي زيتيديون سي الماد نوكدين الماد نتصفان داكا يا التيكت يا ثلاثة تيس ثلاثة ثلاثة تيس 34 فرونس القوة دنوا على الغرس المعنى تفغينا كي شو القيمة ساعة تقوم نوا كي الجزائريين وشو دنانا شو الشعارات تسرسن ذي كوفري داكي تا تمثلت نان إدنا هذا الزمان إدنا هذا فلسة سجدة والقائد صالح تيكت نان قائد صالح يحضر خطابات قائد صالح يحضر دفري ذا جديد زير ثمان أخت دلمارين زير ثمان أخت يفكر تمغني نس نسا أم كي يرتك تكي هذا كي قارن كوني الزين مرة ثنين كوي ذنب أين خدمك أنا خدمي ثيل زيرين والزين فرحان سواش نخدمك دون كيف ما تنسى نسم سنين مقرنين حركة طلابي لوك ذا خطابات قائد صالح دنوالا في مسنين جي و عاد نقص مثلا كوك ذا الكرائين في كاونا سي فرنسا دي لو كنا مغنز ذاتي 12 سياسي ويونم دبار رشاد استاذ يحيى مخيوبه سي مخيوبه السلام عليكم الزوف لك كما وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الزوف لك الزوف لك ونا مقرن مرحبا بك ثاني سيف قايت هاتي لو كنا سلمد استاذه حكيمه صبايحي استاذه صبايحي السلام عليكم الزوف لا مرتما السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام يعطيكم الصحه من الله سكودي أستاذ محيوب نبدا معاك بصح قبل ما نبدا عندي هذه الكلمه تاع قايد صالح نسمعوا الجزء منه كلمه على خطاب اللي قالوا اليوم حبيت نسمع نسمعوا له كيف كيف وتعطينا رايك
في هذا الخطاب. خلينا نسمع قائد صالح. إننا اليوم نستطيع القول ونحن متيقنون كل يقين بأن قطار الجزائر قد وضع على سكة صحيحة مأمونة تم توجيهه نحو الواجهة الصائبة التي يرتضيها خيار الوطن. بفضل ذلك تضاعف المشهود والثقة العالية المتبادلة بين الشعب وجيشه الذي كان له بمثابة الحامي من أذى العصابة وأذنابها، وبفضل قرارات شجاعة التي اتخذتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة، والتي أثبتت الأيام صوبيتها ومصداقيتها لأنها تصب في مجملها في مصلحة الشعب، أقول في مصلحة الشعب والوطن. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى الجهود الحادثة والمخلصة التي بذلها الجيش الوطني الشعبي من أجل توفير جو من الثقة والطمأنينة، سمح بقطع العديد من الأشواط المتكاملة الأهداف، لا سيما عقب انعقاد مجلس الوزراء بتاريخ 9 سبتمبر 2013 برئاسة رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، حيث تم تشييد الكثير من المساعي المتسمة. أستاذ مخيوبة، سمعت له كلام ربما ليس فيه جديد، بصح ما زال يؤكد أن قرارات الجيش تصب في مصلحة الشعب الجزائري، والشعب الجزائري على باله بهذه الأمور ويقدر هذه المجهودات، وعطى قالك حتى الجيش إلى كريان انفيرونمون تاع الثقة بين الجيش والشعب. واش رايك في هذا الكلام؟ أولا السلام عليكم، مساء الخير في الأول. أنا اليوم قريت الخطاب تاع السيد حميد قايد صالح نائب وزير الدفاع، خطاب آخر ببدلة عسكرية داخل ثكنة عسكرية، وهي كان في مقر قيادة القوات البحرية في ساحة الشهداء في العاصمة لاميروتي، وكلام يخطب فيه كلام سياسي، كلام فارغ، اسمح لي نقول أنه كلام فارغ، عندما نرى أنه يكرر ويكرر ويكرر ويجتر، اسمحكم القول، يجتر نفس الكلام منذ فبراير 2019، ويقول اليوم أنه قرارات الجيش رحب بها الشعب وفي مصلحة الشعب. أولا هذا الشعب، يعني أريد أن أقول للسيد قايد صالح مع كل احترامنا له ولسنه، هذا الشعب يعرف صلاحه، يعرف صلاحه، والشعب يدافع عن مصالحه في الشارع منذ 22 فبراير ومنذ 16 جانفي 2019. يعني لا يحتاج لا بوتفليقة ولا بدوي ولا سيادتكم سيد قايد صالح أن تدافع عن مصالحه، أو يعني تقرر قرارات تظن أنها تصب في مصالحه. اليوم المشروع السياسي الوحيد الذي نجح فيه القايد صالح ومن معه من طاقم عسكرية هو مشروع سجن كل مناضلين سياسيين وكل صحفيين أحرار وكل طلبة الأحرار وكل البارزين في ولاياتهم من نشطاء سياسيين، من نقابيين، من نشطاء جمعويين. هذا هو المشروع السياسي لقايد صالح، أو هذا هو الطرح السياسي للسيد قايد صالح والطغمة العسكرية. اليوم شفنا الجواب، يعني هو كان في لاميروتي، كان في العاصمة، شفنا الجواب ببعد يعني مئات الأمتار من ذلك المكان، شارع زيغود يوسف، شارع عسل حسين، شارع ديدوش مراد. نولي أستاذ مخيوب من فضلك، أستاذ مخيوب نولي على الجواب تاع الشعب اليوم إن شاء الله. خلينا شوية شوية نبدأ مراحل، خلينا نسمع رأي أستاذ حكيم الصبيحي فيما يخص هذا الخطاب. صبيحي، شو أشد نيضا عني قولة قي هدرة ذا ولا جديد ذا ولا إسعان المعنى ممكن تقالني كيران كمينة شو تسمغنك في مسلتك؟ رقم بخير عليكم وشكرا جزيلا على الدعوة. تعرفوا أنا عم بالي والله العظيم كان كي شعب الجزائري كي نتلي أنا ندخل جوب ترك مثل ما لقيت صلاح الله ميزي دي هدر هم الله يحشي دي هدر هم الله أخلص الدور دعا صح. تعرف النظام هذا ما يحشمش، والنظام ما على باليش على الحسابات تاعو وكيفاه إلا راهو يغمض عينيه وما يسمعش للشارع الجزائري ولا ما حبش، لست أدري. المهم الخطاب تاعو ما عنده حتى معنى،
راهو برك يضحك على الناس، لانه الناس الاجانب الانفح ما راهمش بالخدمه، راهمش يهدروا بزاف التكفيلات، احيانا يحللوا بتحفظ كبير، بتحفظ شديد اوضاع الجزائر، لكنهم والله العظيم صدقوني منبهرون بالثوره السلميه للشعب الجزائري، منبهرون بدرجه الوعي، بالذكاء، بالطريقه التي يرد بها الرسائل التي تجي عند النظام. هذا الخطاب اليوم خطاب راهو خارج الوقت، خارج التاريخ. أستاذة صباحي، إذا كان هذا هو الكلام لمعظم الضيوف تاعنا، يعني ما هو لمن يدلي بهذا الخطاب؟ من هو لمن؟ شوف نقول لك أخو، أسمع اسمح لي يسجيك، والله ما تلقى واحد يقول لك حاجة هذا الخطاب تاع القايد ولا عنده معنى غير اللي راهو خلصوا القايد بعد، يعني ذباب الكتروني ولا ذباب اكاديمي، غير هذا اللي يقدر يقول لك زعما جايد كذا. لكن كي تجي تعيش في الحقيقه في الواقع راهو لقيت صالح وجماعته اللي راهم يكتبوا له الخطاب ويوجهوه بهذه الطريقه، راهم عايشين حاله افتراضيه خياليه لا يمكن ان تتجسد في الواقع. او في الواقع كاين جيل جديد، كاين وعي جديد، كاين جيل جديد قرر عنده مطالب مصر عليها. ولك البارح برك يعني الاسبوع كامل شاك جوق، كل يوم كاين حدث هنا في الجزائر، من بين الاشياء من حدثين كبيرين هزوني من الاعماق. الحدث الاول جو محامين يعني زاروا مختلف المعتقلين في كل المناطق، الثقه اللي يتحدثوا بها، الوعي اللي يتحدثوا به يرجعوا لك الروح. يعني لو كان 10 برك بالمحامين بهذه النوعيه يكفي لكي ننتصر عاجلا. والحدث الثاني البارح في داخل الحرم الجامعي في جامعه الجايه، حيث تداول عن كلمه طلبه عمال واساتذه، هناك اصرار، اتفقنا على كلمه واحده، اننا اذا كان الثمن لمواصله الثوره السلميه هو ان نعتقل او ان نغتال، فسنعتقل وسنغتال جميعا كما نحن. لان الامور خلاص مستحيل ان يعود الشعب الجزائري او ان يخوف بطريقه او باخرى. هذا الكلام تاع يكونوا الانتخابات، والله تقول راهم داخلين راهم غلقوا عليهم كاش مزرعه ولا فيلا ولا منتجع، وهم يهضروا على راسهم يحلموا، وحدهم يحلموا. بصح هل يعني هو راهن على شيء اخر؟ يعني لما تقول لي هو يحلموا وعلى بالهم شو صاير؟ إذا كان حقيقة كل الجزائريين هم ضد الانتخابات، هل المعقول هو يعني يضيع وقته يدلي بخطابات كل أسبوع وعلى باله ما كاش اللي يسمع فيه؟ يعني أكيد ربما فيه عندهم استراتيجية، ولا عندهم ربما رؤية مستقبلية، ولا ربما في فئة من المجتمع يسمعوا فيه. يعني كيفاش يعني تفسري إذا كل الجزائريين رافضين هذا الخطاب؟ هم في الحقيقة مش عندهم استراتيجية ولا ما عندهم، راهم مفلسين، بصح تعودوا على واحد الطريقة في العمل. هذه هي هما، هي تبعتهم، هذا هو أصلهم، هذا هو أنهم يشوا كلش، أكل البندي تاع بشرى ولا عندي دراهم نشري كلش، نشري النيف، نشري الشرف، نشري، خلاص تعودوا. كما قلت البارح في الجامعة علانية اسمه مرروا العهد الرابعة بقطعة دراج، حبوا يمروا العهده الخامسه الان بدون بوتفليقه، لان كل اللاعبين والفاسدين موجودين داخل هذه اللعبه، حبوا يمرروا العهده الخامسه بصفقه المحروقات. دوكا هما في بالهم اللي قادرين قادر الخارج يعاونهم على الشعب الجزائري، وهو قلتها وعاودتها، مادام الشعب الجزائري متحد في الداخل ومصر، والثوره السلميه هذه لا تشمل منطقه دون اخرى، وليس لا تخص العاصمه فقط او دون الشمال او الجنوب وكذا، فمستحيل الشعب الجزائري هو الذي سيحسم صدي. فليكن في علم الذين يتبعون
مهدي وشكرا جزيلا 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 لهم جميعا، أنه مستحيل إذا بقينا متحدين. وأرجوهم أرجوهم يعني الفداء هذا جزء من الواجب الوطني، جزء من الواجب الذي نقدمه من أهلي. أنا أخويا لو كان يمرض ولا والمقربين إلي نعطي له جزء مني، وإذا تحكمت عليا نعطي له حياتي. الوطن يحتاج إلينا، نحن أبناؤه، نحن أبناء الوطن. يعني إذا طحت أنا قدامكم دفنوني في أقرب مكان وكملوا المسيرة، لا تتوقفوا. هذا مستقبل أجيال، هذا مستقبلنا جميعا لنعيش بكرامة ونعيش سادة في بلداننا. أستاذة تيري من فضلك ريح ما يضرك نولي لك. أستاذة مخيبة نولي إلى خطاب جيت صلاح في كلامه، قال بفضل إجراءات الجيش والمنظومة خلقوا جو كما قال هو، قال خلقوا جو من التهدئة والإطمئنانية. ما هي هذه الإجراءات حسب رأيك اللي خلقت هذا الجو من التهدئة بين الشعب؟ أو يحكي لي أخي العزيز، هو في منظور القايد صالح ومن معه، أولا في أول شوط يعني من 22 فبراير إلى آخر شهر أبريل بداية شهر ماي، كان يظن وكانوا يظنون انه الجنرال توفيق والدي ار اس القديم الجديد، الجنرال توفيق والجنرال طرطاق ومن معهم ومن سمي بين قوسين بالدوله العميقه في الجزائر، هم من كانوا وراء هذه الثوره السلميه، ثوره الابتسام. ظنوا انهم يعني سجن توفيق وسجن سعيد وسجن طرطاق وسجن ابو يحيى سوف يعني يرضون الملايين من الجزائريين التي هي في الشوارع، وأنهم سوف يقضون على من هو يخرج أو ينظم هذه المسيرات. لا ننسى أنه في أول خطاب وثاني خطاب، خاصة خطاب تمن راست، قال المغرر بهم وهناك أيادي خفية وراء هذه المسيرة، هذا كلامه. سجن توفيق وسجن الدولة العميقة لتوفيق وسجن ربراب وسجن سعيد بوتفليقة والطرطاق وسجن كل ما يسمى برموز الفساد، ولكن لم يسجن الفساد. الجزائريين اليوم لا يكترثون بسجن أو نزع رموز النظام، يريدون نزع النظام، هذا النظام السياسي الفاسد والمفسد والمفلس سياسيا واقتصاديا. هذا ما يريدون يعني نزعه، وبناء دولة جديدة ديمقراطية تضمن الحريات للجميع والمساواة بين المواطنين أمام وداخل القانون. هذا ما لم يفهمه قايد صالح. الآن في الشوط الثاني يعني أتته معلومات، وفي خطابه منذ شهر أو شهر ونصف قال يعني أعطيت معلومة، أعطيت أوامر لكي تعطى لنا قوائم يعني، وهناك نعم حددت قوائم في كل ولاية، في تيزي وزو، في العاصمة، في وهران، مستغانم، في تمن راست، في أدرار، في ورقلة، في تلمسان، في عنابة، في قسنطينة، في أم البواقي مثلا. يعني كل يعني مناضلين، كل النشطاء السياسيين في كل ولاية عينوا من طرف البوليس السياسي بأسمائهم وصورهم ومجال نشاطهم السياسي أو انتمائهم السياسي أو الفكري أو التنظيمي، ويعني قبضوا عليهم. بدأوا بكريم طابو، سامر بالعربي، وسيد أمين بخافي في عين وليلة، وآخرهم منذ يومين سيد إبراهيم دواجي في مستغانم، والإخوة الثلاثة من ولاية تمن راست الذين نظموا وقفة منذ 3 أيام ضد يعني قانون المحروقات الجديد. إذن يظنون أنهم بسجن هؤلاء المناضلين، هؤلاء النشطاء في كل ولاية سوف يقضون على الحراك، وهذا ما لم يكن لهم ذلك. يعني نحن رأينا أنه بعد سجن هذه المئات من المناضلين والنشطاء والليدر كما يقال باللغة الأجنبية، هذه الجمعة كانت من أكبر الجمعات، يعني الملايين نزلت إلى الشوارع. لك أن ترى أنه في ظرف الجمعة السبت الحد 2-3 يعني في ظرف 5 أيام الجزائريين ساروا في الشوارع 3 مرات، يعني يوم الجمعة ويوم الأحد ضد قانون المحروقات وهو يوم شغل، وخاصة في ورقلة، خاصة في وهران، خاصة في بجاية، في قسنطينة، والمسيرة الكبرى التي كانت في العاصمة حيث نزل مئات الآلاف من الجزائريين وحاصروا ليس مبنى البرلمان فقط، بل حاصروا كل شارع البرلمان، يعني مقر ولاية العاصمة،
الخزينة العمومية، البرلمان بنفسه، وفندق السفير الذي هو الآن في أشغال. يعني حصروه من الواجهة البحرية شارع زين يوسف، وحصروه من الواجهة الداخلية شارع عسل حسين. إذا يعني القيد صالح والطغمة في ورطة، لأنهم كل استراتيجيتهم، استراتيجية التخويف، استراتيجية التخوين، استراتيجية السجن. يعني اليوم لك أن تعرف أخي العزيز، هناك ما بين 100 حتى 150 160 170 مناضل ومناضلة في السجن، في سجون الجزائر، في سجون وهران، في سجون بلعباس، في سجون تيارت، في سجون تلمسان، في سجون قسنطينة، في سجون العاصمة في الحراش مثلا. إذن بعد سجن كل هؤلاء، الشعب لا زال يخرج للشارع. سجنوا أخت طالبة في العاصمة في الثلاثاء الفارطة، اليوم نزلوا مئات الآلاف من الطلبة في العاصمة وخرجوا معهم المواطنين. يعني لك أن ترى الصور تظن أنها يوم جمعة، وهي ليست يوم جمعة، وهو يوم شغل. يعني سيبان جورني شومي الناس تخدم فيها، ولكن الشعب مصر على ذهاب هذه المنظومة، على أولا كذلك رفض انتخابات العصابات كما يروج لها في الإعلام الرسمي وإعلام الخاص، إعلام قهوة أروما. إذن كل هذه المعطيات تبين لنا أن الطغمة في ورطة، وخطاب القايد صالح يعني بعيد كل بعد عن الحقيقة. يعني أنا أظن أن هذا الإنسان لا يعيش في الجزائر، وأن كل التقارير الأمنية والتقارير الإعلامية التي يراها في التلفزيون الرسمي أو التي تؤتى له في دون دي سانتيز، إذ كانوا يعرفون كتابة الملخصات السياسية كل صباح لقائدهم السياسي والعسكري، كل هذه التقارير هي تقارير خاطئة وكاذبة. يعني يقولون له الشعب معنا، والشعب يقول أنه في داخل الخطاب أخي الكريم، يعني هناك ملاحظة، يقول أنه هناك كانت هناك هبة شبانية كبيرة للتسجيل في قوائم الانتخابات. هم قالوا أنه، وهذا تصريح وزارة الداخلية ولجنة تنظيم الانتخابات، هذه لجنة التصوير التي يرأسها السيد شرفي، قالوا أنه المسجلين الجدد ما بين 122 إلى 125 ألف مواطن ومواطنة على مستوى التراب الوطني. إذ قسمنا هذا الرقم على 1540 بلدية التي يعني تكون بلدية الوطن، عندنا 77 مواطن في كل بلدية. يعني لك أن تعرف أن هناك بلديات فيها 200 ألف مواطن، 300 ألف مواطن، خاصة في المدن الكبرى. كيف نقدر أن نسمي تسجيل 77 مواطن في بلدية يخدم فيها 100 ألف أو 50 ألف مواطن بالهبة الكبيرة؟ كيف لنا أن نقول هذا إن لم تكن التقارير، سواء التقارير التي تصله تقارير خاطئة، أو السيد يعني كما يقولوا بالعامية، خلينا نقولها بالعامية، غلق على روحه وراه دون سا تور ديفوار ويقول تو فا بيان، الوغ كو تو فا مال. يعني كل المعطيات الاجتماعية السوسيولوجية السياسية التي نراها في الميدان يعني تقول أنه مشروع انتخابات قايد صالح ومن معه مشروع يعني داخل في حيط، مشروع خاسر. ولهذا يعني نحن نتساءل أين يعيش القايد صالح، أين تعيش قيادة الأركان، أين تعيش هل تعيش في الجزائر أو في بلد آخر؟ أستاذ صبيحي، هل سمعت الأستاذ يحيى مخيوب، هل الآن رانا في مرحلة الهروب إلى الأمام من طرف النظام؟ هل حقيقة هو في مأزق، في ورطة، ما لقاش وين يهرب إلا فقط الهروب إلى الأمام؟ هل تحس أن رانا في هذه المرحلة الآن؟ نعم، في هذه المرحلة. ولكن الحقيقة ما يهمنيش بزاف هذا يعني الشعب الجزائري كامل. استمسى بالوقت، وكان يراهن على أساسا كان يراهن على مسألة الوقت. قال الشعب يعيا، يقدر يشري البعض، يقدر يغري البعض، يقدر كاين بزاف طرق اللي مارس كثير من الأمور باش يفرق الناس ويحاول إضعاف هذه الثورة، لكن مع مرور الوقت تتقوى أكثر. سمعت قبل قليل التوصيف العاصمة كأنها الجمعة، هنا في بجاية أيضا، هنا في بجاية شفت أنه يوم الاستقلال، مظاهرة عظيمة، نقبة المستقلة، تربية للمواطنون، الأسرة الجامعية، طلبة عادوا بقوة اليوم،
اذا هذا النظام قلت يعني اما في غيبوبه تاريخيه، يعني مازال يعتقد ان الشعب الجزائري يمكن تخويفه، وفي الحقيقه يعني والله اعلم يبحث عن ذريعه للعنف لممارسه المجال الذي يتقن اللعب فيه هو. انا على حسب على ما اعيشه في الواقع اعتقد ان الشعب الجزائري سيفاجئ الجميع بالمرور من هذه المسيرات، مجرد مسيرات، الى اشياء كثيره مذهله ستعجل برحيل هذا النظام. اقول هذا واكتفي، تفاصيل ستاتي مع الايام باذن الله. جيد جيد أستاذة صباحي، قبل ما نولي وربما نولي إلى حدث اليوم هو الحركة الطلابي، فيه كانت مبادرة أخرى من بعض الشخصيات الوطنية في الجزائر، خرجوا بيان وفيه بعض المطالب، واش رايك في هذه المطالب؟ من بين المواقعين كان أحمد طالب الإبراهيمي، على يحيى عبد النور، أحمد بن بيتور وجماعة حوالي 19 شخصية، واش رايك أولا في هذا البيان؟ إذا في البداية مرحبا بكل المبادرات، خاصة من الحكماء العقلاء الكبار الذين لهم تجربة ويعرفون جيدا هذا النظام ويعرفون أيضا التحولات في المجتمع الجزائري. الأمر الثاني الإيجابي أيضا، بعض الأسماء كانت تميل أكثر لكفة النظام، الآن تعترف بأن هذا النظام يظلم كثيرا الشعب الجزائري وعليه أن يعيد حساباته كليا. الأمر الثالث هو اعتراف بقوة الثورة السلمية، اعتراف بالتغيير الحقيقي الواقعي الحاصل الآن، واعتراف الأخطر ما ورد في أو رمزية هذا البيان، الأخطر هو أنه يدين الحكام الفعليين الحاليين، لأنهم كما قلت قبل قليل صم بكم أمام ما يحدث في الواقع، كأن بالنسبة إليهم كأنه لا يوجد شعب في الواقع، في الواقع سائر ويطالب بتغيير حقيقي وليس تغيير في الخطاب أو من خلال الكلام. يعني شغل طفل صغير تكلخ له يتكخوا، تقول له غدوه نشري لك هكذا، وغدوه تقول له السنه الجايه، وهو مسكين يشد في هذاك الامل. باين انتهى هذا العهد هذا بالنسبه للجزائريين. هناك حقائق مروعه يعرفها الجزائر على المستوى السياسي والثقافي والاقتصادي، ما حدث من جرائم مختلفه لمده عقود بلغ حدا لا يمكن السكوت عليه. تلاحظون ردود الشعب الجزائري، الهتافات عندما يصل وقت يدرسها المتخصصون، الهتافات التي يرددها الشعب الجزائري في المسيرات شجاع جدا، وتسمي الأشياء والجرائم بأسمائها. جيد 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 أكيد، بس لكن أستاذة صباحي واحد آخر يقول لك الآن ما بقاش الوقت للمبادرات، الان خلاص النظام قرر ان فيه يكون فيه انتخابات 12 ديسمبر، فهذه المبادرات كلها سوف تؤول الى الفشل كما آلت المبادرات الاخرى. نقول لك حاجه، هو يعني شوف كي ننسى حتى تفصيله، اعيش حدث تاريخي باتم معنى الكلمه، يعني كل لحظه تترسخ في ذاكرتي. في بدايه هذه الثوره السلميه كانوا يقولوا غير زعما زربوا ديروا لنا الممثلين، وعلاش ما ديروا الحلول والحل اللي تهضر معاه الحل. هي اللي لازم نفهموها باش الاشياء تاخذ مجراها الطبيعي وما يكونش لاحقا أشياء ثقيلة يتحملها الشعب الجزائري، تكون طبيعية، يكون سلس، ننتقل بطريقة سلسة كأي مجتمعات متحضرة، ما تكون عندنا أحقاد ما والو، كل حاجة تجي في وقتها. هذه تاع
النظام خلاص فصل في الانتخابات او كان فصل في الخمسه وكان حضر ابوال الدنيا باش يشري السكات تاع الشعب الجزائري ويشري الاجانب وما جازتش، ومن بعد جاب بن صلاح وحضر الجويي ولا منشوز، يعني ما كان حتى حاجه منتهيه. ما دام الشعب الجزائري لا يزال سائرا في مسيرات سلميه بمطالب واضحه، لا 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 مجال للفصل في اي شيء، وكل المبادرات مرحب بها، لاننا في مرحله تاريخيه نجتهد فيها حسب المعطيات يوما بعد يوم. ليست لدينا المعطيات الكامله، نحاول جميعا قدر المستطاع ان نصل الى الحل الذي يجنبنا الاضرار والاخطار مستقبلا. استاذ مخيب، واش رايك يعني في هذه المبادرات؟ البعض يقول ان الان ما كاش حاجه جديده في المبادرات، هل المبادره تاع اليوم هي نفسها نفس المطالب للتهدئه ونفس المطالب، وهذا النظام رفضها رفضا قاطعا، هل هذه المبادره هي تضيع للوقت ام ربما لسبب اخر؟ واش رايك انت؟ لا ابدا، يعني كل مبادره سياسيه، كل طرح سياسي يذهب في مجال اولا جمع مجموعه من الجزائريين او الشخصيات السياسيه والاعلاميه والاكاديميه المعروفه على المستوى الوطني، يعني جمعها نحو او حول طرح سياسي درا يعني ايجابيه، هذا اولا. ثانيا الطرح السياسي الذي هو موضوع هذه المبادره هو طرح سياسي واقعي وجيد، واقعي جدا. وكل المبادرات التي بدأت منذ الحراك بداء من المبادرة التي كانت يعني أمضتها حركة رشاد وحزب والسيد كريم طابو ويعني بعض الإخوة السيد عبد الغني باضي وإخوة آخرين والسيد علي السيد كمال قمازي كذلك، وكل مبادرات أخرى عن المجتمع المدني، مبادرة النقابات أو ما يسمى بأحزاب البديل الديمقراطي، و يعني الرسالات التي بعث بها السيد احمد بن بيتور والسيد مولود حمروش، وكذلك المبادره لمبادره العلماء المسلمين ومنظمه المجاهدين، وكذلك المبادره التي يعني خرجت الى الاعلام اليوم والتي امضاها السيد احمد طالب ابراهيمي، السيد احمد بن بيتور، السيد رحابي، السيد اسلام بن عطيه، السيد عبد الغني باضي واخرين. يعني الموضوع يعني هو طرح سياسي للنظام، حيث كي لا يقال لنا اليوم او في الماضي او حتى في المستقبل انه ليس هناك بديل يعني عن طرح النظام. لا، النظام يطرح بديل بقاء السلطه، بقاء الطغمه العسكريه بواجهه مدنيه برئيس مدني هم ياتون به ويعينوه عبر انتخابات شكليه معروفه المعالم منذ البدايه. الساحه السياسيه والمجتمع المدني الجزائري في المقابل طرح اطروحات سياسيه تصب كلها ان اختلفت في بعض يعني الحيثيات، تصب كلها في الانتقال الديمقراطي السلس وتسليم السلطه للشعب عبر منتخبيه عبر المستوى الوطني والمحلي، واعاده النظر في قوانين الجمهوريه وخاصه في الدستور، سواء في طرح اول يقول مجلس تاسيسي او طرح ثاني يقول يعني تعديل الدستور او انتخاب رئيس شرعي بمشروع دستور ياتي به وثم يعني يطرحه للنقاش الوطني ويعدل الدستور الحالي، الى يعني ان اختلفت الطرق، ولكن الهدف او المغزى النهائي وهو نفسه، وهذا ما ترفضه الطغمه العسكريه التي تحكم البلاد، كي لا يقال للمجتمع السياسي والمدني الجزائري انه لم يقدم البديل او الطرح البديل ولم يقدم المخرج السياسي لقايد صالح ومن معه. يعني غدا قايد صالح ان يعني فشل وسوف يفشل في مشروعه السياسي هذا، ان فشل وان يعني دارت الايام واصبح هو المسجون وليس الشباب الذي هو اليوم في السجون، سوف لا يقال للناس انتم لم تدعوا. نعم واضح واضح استاذ مخيبه، واضح. بصح السؤال مطروح، يعني بعض الناس يقول لك الان واحد لازم يطرح مبادره تكون عن مبادره هدافها باش يكون هدفها هي انت تقبل ان تحقق اشياء في الميدان. هذه المبادره تاع اليوم على سبيل المثال هي نفس المبادرات اللي كانت طرحت قبل، نفس المطالب، اطلاق سراح المعتقلين، الكف عن تقييد حريه التعبير، هذه نفسها والنظام الظاهر انها رفضها.
الآن هل من النظام يرفض لأنه يظن أنه سوف يستطيع المرور بالقوة، ونحن كمناضلين سياسيين نعرف ونعلم أن هذا النظام لن يستطيع المرور بالقوة، لأن الشعب الجزائري في أغلبيته الساحقة في الشوارع بالملايين في كل يوم جمعة وأحد، والآن يتظاهر من أجل يعني رفض قانون المحروقات الذي سمي بقانون المسروقات. يعني كيف لمنظومة سياسية وعسكرية غير شرعية أن تنظم انتخابات رئاسية في هذا الجو؟ يعني كيف لسيد تبون أو سيد علي بن فليس أو مترشح آخر أن يذهب إلى ولاية باتنا أو إلى ولاية تسمسيل أو إلى ولاية تيزي وزو أو إلى العاصمة أو إلى أدرار وينظم هناك تجمع انتخابي؟ كيف سوف تنظم هذه الحملة الانتخابية؟ أنا لا أرى ولا جنيماجين با، يعني لا يأتي في فكري كيف يذهب السيد علي بن فليس إلى مدينة باتنا ولاية باتنا ولايته الأصلية ونظم فيها مهرجان انتخابي. يعني لا أتمنى له أن أراه في ذلك الطرح السياسي والإعلامي، حيث سوف تخرج المئات الألاف من المواطنين في باتنا وغير باتنا لرفضه وطرده. أنا لا أتمنى له ذلك ولا أتمنى لآخرين. إذن كيف سوف ينظمون هذه الانتخابات؟ زيد على ذلك يوم 12 ديسمبر من هو الشعب؟ أين هو الشعب؟ أين هي 20 أو 22 مليون من الجزائري والجزائرية التي سوف تذهب إلى صناديق الاقتراع؟ إن كان ذلك اليوم يوم عطلة سوف تخرج الملايين إلى الشوارع منذ الصباح، وما كنا نراه في بلاد القبائل منذ سنوات سوف يعمم على 48 ولاية. سوف نرى مراكز الانتخاب مغلوقة، الصناديق مرمية في الشوارع، والملايين في الشوارع ترفض هذه الانتخابات، علما أنه في كل انتخابات رئاسية وتشريعية النظام مجبر على فتح المجال أمام الصحافة الدولية لتغطية هذا الحدث، وهو حدث سياسي هام. كيف سوف يبرر ويفسر هذا النظام هذه المظاهرات العارمة ورفض الانتخابات وعدم الانتخابات أمام الصحافة الدولية؟ كيف سوف نبرر للمجتمع الدولي شرعية أو مشروعية هذا الرئيس أو الاسم الذي سوف يخرج علينا من طرف هذه الهيئة؟ يعني كل المعطيات تقول أنه تنظيم هذه الانتخابات في ظل هذا الجو السياسي المشحون عملية مستحيلة. إذن ها هنا نرجع إلى مبادرة التي طرحت اليوم، هي مخرج من المخارج التي يجب علينا نحن كجزائريين حفاظا على بلدنا وعلى السلم العام وعلى المصلحة الوطنية أن نعطي طرح سياسي لهذه الطغمة العسكرية كي نقول لها يعني تعالي إلى طاولة الحوار، هناك موجود مخرج سياسي يسمح لهذه الانتقال الديمقراطي السلس ويحفظ مصالح كل الناس، ولن نذهب إلى يعني محاكمات علنية أو محاكمات شعبية. هذا ما قاله كذلك السيد مولود حبروش، هذا ما طرحته الأطروحة الأولى، المبادرة الأولى التي أمضتها حركة رشاد، قالت يعني لم يسيل الدم والحمد لله، ونحن نتمنى أنه لن يسيل الدم الجزائريين. يعني المسجونين سهل يعني كما دخلهم للسجن بالتليفون يخرجوهم من السجن بالتليفون أو بقرار رئاسي، ونذهب في يعني مسار سياسي لحفاظ على مصلحة الوطن ووحدة الوطن والأمن العام، وكذلك حفاظ مع المؤسسة العسكرية، ويكون هناك مسار سياسي توافقي. يعني لن نذهب إلى يعني تشحين الأمور والذهاب إلى العنف، لأنه يعني إذا استهلك والنظام هو يستهلك كل فرصه السياسية تبقى له إلا العنف. يعني هل السيد قايد صالح ومن معه في قيادة الأركان والأجهزة الأمنية هم يعني الآن مقررون أو يستطيعون يعني الذهاب إلى العنف؟ يعني ما بقى لهم إلا العنف، لأنه كل مناورات سياسية ومحاولة المراوغات السياسية قد يعني نفدت واستهلكت والشعب رفضها. جيد ما أستاذ صباحي، من بين كلام قايد صالح اليوم هو أنه شكر الاجتماع اللي صار أول أمس، الاجتماع الوزاري بقيادة كما قال بن صالح، وقال كانت فيه قرارات مهمة جدا، من بين هالقرارات كما تعلمين مصدقة على قانون المحروقات، هذا القانون الذي رفض شكلا من طرف الشعب الجزائري في مظاهرات عارمة الأحد اللي فات،
كيفاش تفهم يعني هذا التأكيد من قايد صالح أن هذه القرارات كلها لصالح الجزائر؟ يعني رغم أنف الجزائريين، رغم واش قالوا في الجمعة الحد اللي فات، بصح هو شكر هذه القرارات من بين قلت القانون المحروقات الذي يعني حسب رأيك لماذا صدق الآن؟ لماذا هذا التوقيت قبل بعض الأشهر قبل انتخابات رئاسية؟ كما قال هو انتخابات رئاسية سوف تكون مصيرية، يخرجنا رأي جديد بقرارات جديدة، لماذا الآن هذا مثل هذه القوانين؟ سبب واحد أو تبرير واحد أو تفسير واحد لهذا التوقيت بالذات، أنه الظروف غير مهيئة تماما في الداخل لإجراء هذه الانتخابات، يعني لا يمكن إجراءها، كل الشروط غير متوفرة، كل الشروط وعلى الإطلاق. الآن يريد أن يساعده الخارج، شفت الآيات الخارجية، يساعده الخارج. إذن أولا يجب التدقيق في الأمور. يوم الأحد صدق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية والمحروقات، المشروع الآن يجب أن يصدق عليه المجلس، البرلمان بغرفتين. المظاهرات بالآلاف، مئات الآلاف التي كانت مهولة ولم يتوقعها أحد من الجزائريين، الآن تحمل البرلمان ما سيأتي لاحقا. يعني إذا صادق البرلمان الجزائري على هذا المشروع حتى يصير سائر المفعول، إذا صادق عليه فقد أعلن انتحاره علانية، يعني لن يبقى للبرلمان الجزائري، أقولها على ثقة، أقولها انطلاقا من المسيرة لأني ابنة المسيرة وليس افتراضيا، سيتم إسقاط البرلمان الجزائر شعبيا وبطريقة سلمية، لأن المصادقة من طرف البرلمان على هذا المشروع الذي يرفضه الشعب الجزائري جملة وتفصيلا هو إعلان حرب من نواب الأمة ونواب الشعب على الشعب الجزائري. طيب خلينا نلونيو الآن إلى الحدث اليوم، وهو الحراك 34، حراك الطلاب 34. أنت قلتي كنت في بجاية اليوم، ثاني كانت مظاهرة كبيرة. قبل ما نطرقوا إلى هذا رأيك هل وصل اليوم، خلينا نسمع التقرير حول الحراك الطلابي ونقول لكم. استاذ مخيب، واش رايك في هذا الحراك الطلابي اليوم؟ رانا في 34 ثلاثاء، يعني وما هي اهميتها كما راك تشوف، خاصه فيما يخص هذا الحراك؟ شفنا على بالك الناس يخرجوا بالجمعه، بصح هذا الثلاثاء واش من اهميه تعطي لها انت؟ اهميه كبيره، يعني اهميه كبيره، لانه الطلبه هو العقل المدبر لهذا المجتمع ولهذه الثوره، ثوره الابتسامه، الثوره السلميه. دخول الطلبة والطالبات يعني من باب الواسع في هذا في تاريخ ثورة الابتسامة هو شيء إيجابي، وإيجابي جدا نفسه، يعني دخول المرأة الجزائرية كذلك التي كانت ولازالت هي العامل الأساسي في هذه ثورة الابتسامة. يعني النظام راهن على غلق الجامعات في شهر أفريل، راهن على يعني العطلة الصيفية، ولكن كانت هناك مظاهرات طلابية في
الصيف الآن هناك دخول اجتماعي، الطلبة في الشوارع لأنهم يقرؤون قرأوا مشروع قانون المحروقات وعرفوا أن هذه الطغمة العسكرية الحاكمة تريد بيع خيرات البلاد للخارج كي تستقوي كما قالت الأستاذة من بجاية بالخارج ضد هذا الشعب، وهذا الشعب الذي يعني يقرأ ويكتب ويفهم ويرى ما يجري من حوله في العالم الغربي في الشمال في الجنوب، وخاصة ما يجري هذا الأسبوع في تونس من انتخابات رئاسية حرة ونزيهة يفوز بها يعني رئيس ليس له حزب سياسي بل له دعم طلابي، وهو يقول أنه رئيس مدعم من الطلبة والشباب. هذا الكل يجعل من أن الطلبة الجزائريين والجزائريات يكونوا يعني في الصفوف الأولى من هذه الثورة، ثورة الابتسامة، كما كانوا الطلبة الجزائريين في الثورة التحريرية. للعلم وللذاكرة وللتاريخ، السيد أحمد طالب الإبراهيمي كان من أوائل الطلبة الجزائريين الذين نظموا أنفسهم في اتحاد طلبة المسلمين، ودخل السجن وسجن في فرنسا وعذب من أجل يعني القضية الجزائرية، ودخل الآلاف من الطلبة الجزائريين الثورة ودخلوا يعني تركوا يعني مدرجات الجامعات والتحقوا بالثورة التحريرية، وهو نفس الشيء والتاريخ يعيد نفسه. الثورة التي تشارك فيها المرأة بقوة، الثورة التي يشارك فيها الطلبة بقوة، هي ثورة ناجحة لا محالة. وهذا الشعب كما قال الرئيس التونسي الجديد سيد قيس سعيد، الشعب كالعصفور الذي يعني خارج من اللاكاج ديالو، لن يعود إليها ولو وعد بأكل وشراب، لأنه الحرية أغلى من الأكل والشراب. نحن رأينا كما قالت الأستاذة النظام يريد شراء الدمم بمشروع السكنات الاجتماعية، بزيادة في الرواتب عمال سوناطراك ب10% وبوعود، ولكن كل هذا لا ينفع، لأنه هذه الجزائر الجديدة، هذا الشعب الجديد المتعلم الذي هو يعني تصله المعلومة ويعرف أين يجد المعلومة عبر الإنترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر اليوتيوب وعبر التليفون يعني عبر جهاز الهاتف، ولا ينتظر المعلومة التي تأتيه من التلفزيون الرسمي أو من تلفزيون النهار أو تلفزيونات قهوة أروما أو من وكالة الأنباء الجزائرية. هذا الشعب وهذا الشباب يعني لن يصغى لا لقايد صالح ولا لأمثال قايد صالح. كل لغة الخشب التي لا زال يمارسها، للأسف انقطع الخط، لا ما لها أي مستقبل أمام هذا الجيل الجديد من الشباب الواعي والمتعلم والواعي جدا، وهو ما هو هذا الشباب، هذا الطلبة هم أساس، أقول الطلبة والمرأة هم أساس نجاح هذه الثورة، ثورة الابتسامة. أستاذ الصباحي، هل أنت شفتي هذه الوصفات اللي يحكي عليها أستاذ مخيوبة، شفتيها اليوم في الطلبة اللي خرجوا في بجاية؟ أستاذ اسمح. نعم سموح، أولا عنصر النساء بقوة، تعرف أن المرأة دافع للحياة، دافع للحياة، والله حتى اللي عندما نتحدث ما بيننا، عندما تحضر النساء يتهبب الكلام، وهناك اجتهاد، وهناك يتشجع الرجال يتقوى، نحن مصدر قوة في الحقيقة، هذا واقع لست هنا لأتباهى. الطلبة أيضا اليوم مثلا، لم أذهب إلى الجامعة، قلت سأنقص لأني متعبة جسديا قليلا، سأنقص بعض المسافة، ذهبت إلى دار ثقافة حيث يتجمع كل النقابات المستقلة، ريتما تصل المسيرة من الجامعة ثم نكمل إلى غاية المحكمة. رفض المجتمع المدني، رغم أنهم كانوا قوة، عندما وصلت قلت يا إلهي هل هي الجمعة أم ثلاثاء، كان حشود كبيرة، هتافات، منظمات، كل واحد بشعاراته، رفضوا أن ينتقلوا قبل أن يصل طلبة، قال لك يجب أن يكون في مقدمة المسيرة الطلبة، فهم مستقبل الجزائر. وهم إذا تلاحظ دابوغ هذا الاحترام الكبير للجامعة، لدور الجامعة، وعندهم الحق.
الجامعه يفترض انها هي التي تقود، هي التي تفهم الامور، هي التي تملك المؤهلات لكي تتحاور، لكي تناقش، لكي تناور، لكي اذا هناك احترام كبير لدور الجامعه، وهذا الدور تعزز. تعرف النظام هذا يرتكب حماقة في صالحنا دائما مع اعتقال هؤلاء الطلبة، خاصة طالبة الحقوق في العاصمة التي حزننا كثيرا عليها. طالبة من مواليد 1996، طالبة تدخل السجن في هذا العمر، طلبة إذا ليس فقط هي، الكثير من المعتقلين وكل المعتقلين في الحقيقة نحن متضامنون معهم وبقوة في بجاية وفي غير بجاية. ما لاحظته أيضا اليوم هناك قدماء الطلبة، رأيت مجموعة من طلبة درس أشرفت عليهم في الماستر منذ سنوات، قدماء طلبة عادوا إلى المسيرات، كانوا بقوة اليوم طلبة في مدينة بجاية. جاي انت تكلمت على مدينة الجزائر، على بجاية، خلينا نروح. عندنا فيديوهات حول مظاهرات اليوم في الجزائر العاصمة، كانت ضخمة جدا. شوفوا هذا الجزء من مظاهرات اليوم في الجزائر العاصمة، ونسمعوا رأي واحدة من اللي حضرت اليوم في المسير. وليت مثلا الغاش يعني فرنسا الجزائر 18. معنا من الجزائر العاصمه اسماء. اسماء، حضرتي اليوم في المظاهره، كيفاش عشتي اليوم؟ اسماء راي معنا؟ ربما الظاهر ان انقطع الخط من الجزائر العاصمه، نحاولوا اذا كان في امكانيه نتصلوا بها مره اخرى. خلينا نبقى في الجزائر العاصمه معنا انسان سينان غمس دي ليبرتيك. مثلا كلام كبير، سي كلام مزوف لك كما ماس كلام كبير، سي كلام كبير مزوف لك كما الزوم تخاف لا تخاف لك كما سي زين نعطيك صامت لهذا سكودي تم نزود كان كما مثلا كلام سقفايلي بيسك هذا سقفايلي شيني اولا قايل صالح يعني عطاسي ايغوانكم كلش حاجه هذا جديد اتولين يعني هذا ولي هذا قديم يزدي اي عاود از دساكي بصح كون من يدي كربا ولي انك الغاشي تنوك فرحان سوا شي خدمة العسكر وقرانا غنخدم دي اجراءات يعني نخدم دي تريك انت ترى نرد لو كالم دو لا سوسيتي زين كاع فرحان اش دونت قوالي كيك شين Chaque dénaté, il est dans la logique qui est ça, il ne peut pas
زميرة يعني زميرة مرجو باللي نبدل هذه الديسكور اللي نست دولار من الوجه كان كل باللي أي خدمة الحاجة قلها باللي نبدل لك إنسان سكريم يعني دولار من الوجه للغور مازال يعني أكيقار باللي سيتادرين وإذا كي تفهم سيتادر مازال لو جارت وإذا كي تنسي الحول اون فيريتي نتاع وداك يعني كي قال نتاع دوك لنا دون العصابه حض لابوند مازال يعني غير ديك تبني كان زواروز باللي لان كلا بلاك يعني كي سو انفلتري دو مارش زوين داك السوبور الغاشي زوين داك تحاول معنا الريسك لي زالجيريان باللي سو افيك سا دي مارش وزمر عليك دينا اسكو يعني فريمون لا اسا ان غارد il fat يعني une bonne lecture de la situation لا غادي ولا كاشي تكمل يعني اللي كاين في تكمل الديسكور صغلط بالعادي ايوا كان تاتر يعني باش كنا دي غلط باش نحقق الفوت بان كي زعما الحال تكسم انت ايوا كان يعني هذا بيني بلي finalement il est comme mara mais c'est devenu bien parce que il restera ensemble vous allez c'est bizarre après la mobilisation tu vois les pratiquement sur la terre nous n'est pas du tout mais vous allez dire la lecture ni de lui chaque histoire ce sont yani ils sont encore manipulés par أي دقة مع إصابة من تلك دوسو يعني العقليات مع إصابة فضلت تليزون سيني إلا خدمة سوريزون من توكي طربيا وكذا أول أهم كي تخمم مدفو يجي بس هذه الجهة أيضا السيقي فرداني كوميونيكينا المبادرة مش قارن نكرا دي بيرسوناليتي في كان داراينسون شي دابور اشو دينا دي فرنسي كي اشو دينا دي المواد اللي دسو تولي دوموندي تسيسن قريب شحال دوموندي تسيسن كيرا سبعه لي دوموند داخل شي دابور اشو دينا دي لي دوموند كي طلب هناك وي كالاكي و اسك زعما يعني لو سير بركا هذا فوزن دي سيل يعني زين دي فكازال شوف سير لك يا كديني واش كان دارين يعني دايما الا يسجن سي سي دو سا 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 c'est quelque chose qui a été déjà dit par toutes les autres initiatives. Il y avait plusieurs initiatives. La société civile, il y avait le Forum pour les forces du changement, il y avait le pacte de l'alternative démocratique, il y avait l'association des ulama, il y avait l'appel de Hamrouch, il y avait c'est-à-dire machine du Ousnad, les conditions, il y a l'issue à la crise, c'est-à-dire il y a un dialogue national, un accord avec toutes les sensibilités, avec tout le monde. Il y a un consensus pour élaborer une sorte de crise ensemble. Donc, ce qu'il y a de préalable, c'est qu'il y a une attention qui est déjà à la semaine dernière. Justement, la question, est-ce que les pouvoirs ils sont prêts à les écouter? Ils essayent peut-être à 40 de les... le régime il est dans l'impasse, donc ils essaient un peu de ce qu'il y a ni la chance, ou qu'il y a des forces qui l'impasse. Là, comme ils sont responsables, ils ne veulent pas être ce qu'il y a ni face à l'histoire, à ce qu'il y a ni de dernière nation, donc ils ont pris position courageuse. Mais tout ce qu'ils disent, je crois que c'est une des propositions qui sont largement partagées par les Algériens. Ça. On ne peut pas investir des choses naturelles, et le peuple algérien a des élections, et il n'y a pas le minimum de conditions dans un climat pour organiser ces élections. Très bien. C'est ce que vous avez dit, M. Kibira, à M. Boussagi, et M. Diffan, ou M. Diffan, M. Diffan, soit نقطعت من هذين أم كتورا يعني لامبورتونس مزمات دينا وحركة جين المدنية كل ثلاثة
بارابور على الحراكه القرانيه يعني. شوف الدينير الكنيج اونيتمون مي ولا الجمعية عدان امون افيس الجمعية عدان سيتي لو كرون تورنو باسكو بوندون لي مانيفيستاسيون اتاس من الدنيا كيسولين الناس بلي لاقا نرونفورسي لي زيتيديون ديمونش بي بون دابور ايز افي ابلي بور لو راسوم لو مون دو فون اسومبلي اي بي الناس لاقا نعاون لي زيتيديون باسكو الدينير سيتادير لا ريبريسيون لي كي ايتي opérer contre les étudiants a été contre-productif pour le régime. Ailleurs, parce que ce sont des jeunes, ce sont l'avenir du pays, c'est pas des délinquants, c'est pas des voyous, ce sont des étudiants, ce sont les cadres de demain. Et au contraire, on ne donne pas une bonne image quand ils reprennent des jeunes. Et après, il y a ce cas, ils se demandent pourquoi les jeunes cherchent à Drahana en exil, mais à Drahana comme Haraga. On n'a pas retenu la leçon où est-ce que rassemblent les étudiants devant le consulat de France, M. Chfan. C'était pratiquement avec le 1er novembre. Donc, à ça, il y a une mobilisation extraordinaire où Choukar, à chaque fois que le régime fait une bêtise, une erreur supplémentaire, où il y a une, la mobilisation à faire une autre. Et ça dit, je pense que la sur les hydrocarbures, il y a de l'argument supplémentaire, et donc les Algériens vont se mobiliser encore davantage. Donc il faut s'attendre à ce que du mal des dions qu'il y ait encore plus, et peut-être réaliser, ça sera grandiose le 1er novembre. Très bien. Merci beaucoup, Karim Kibian, je vous remercie de vous remercier. Merci beaucoup. 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 تيزوز اللي قد نينا قليل الوقت بل كوس فانا طاس سيرتو اسن ثلاثة بصح ساكي فرنسا القوة فانا نورا فيديو هاكي استاذ صباح يعني احنا على كل حال كانت من العاده الان كل ثلاثة نسموه الحركه الطلابي بصح الظاهر انا شفنا في الفيديوهات ما اصبحتش طلابي الان اصبح العامه كان فئات المجتمع تشارك في المظاهرات الناس بجمال فئاتها جمال الاعمار وتشارك بقوه يعني وهل لاحظتي هذا الشيء في بجايه يعني ما بقاش فقط سي با دي زيتيديون ميم توت لا بوبيلاسيون بارتيسيب نهار ثلاثه نعم اصبحت في اعتقادي اصبحت مسيره ثانيه بمعنى عندنا دوكا مسيره شعبيه بالجمعه ويوم الثلاثاء فقط انه سميناها بقيت التسميه مسيره طلبه ومسيره الجامعه لان كل الاسره الجامعيه الجديد في بدءا من هذا الشهر مثلا في مدينه في جامعه الجايه عفوا انه يوم الثلاثاء هو يوم اضراب يعني لا احد يعمل الجميع يشارك في المسيره بالاضافه الى القرار الذي اتخذته النقابات المستقله نقابه التربيه ومختلف النقابات المستقله المشاركه في مسيره يوم الثلاثاء ثم تعرف الجميل في هذه الثوره السلميه انها ثوره عائليه واسريه تخيل انت يجي زميل يعمل معي يقول لي نقدم لك زوجتي يجي طالب نقضيه يقول لي نقدم استاذ روحي نقدم لك يما نقدم لك بابا رائع 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 الله بارك الله فيك شكرا نعم جعلتنا هذه الثوره نتقرب ونتعارف ونعود الى بعضنا نعود الى العلاقات الجميله فيما بين الجزائريين جميعا ممتاز شكرا استاذ احياء حكيم صباح الحين تسلم مادي دينا كودي سيف قايتين مي تمقرات نبقى في بجاي معنا نساسي مثلا نبيل فرقينس يوم دبار والمالونا قيادي نقابي سينا سي نبيل ازوف لك تم زوت مرحبا سي سكاكما
زيف لك سليم كل مشاهدين العربية، وحسب انقطاع بس المباشر اللي قررته تنمية كيك مانا فرقينس السي فرقينس تسيدي نانا ديف جاتا سيكي لامارش ميم لي سانديكا شاركون يعني يافيون غريف زعارا كنو يسك شارك نسال تاكي سكتورا لي سانديكا تسيينا الشمن دي الحركة كيا دي الحنوك دو قدود ماشي كان اس واحد سم صح ميم لي جوني اظن فانك شمس القوة سلي بون دورون سنس كلش وي سليم بالمناظرة وعند الشباب ممكن شيء نقول حق بعد يعني فكرتنا قبل كذا اليوم كان هناك يعني هذا الموضوع يعني الوثيقة حتى اليوم هناك بعض نقابين مضاو في هذه الوثيقة يعني ما نكونوش يعني ديزي بوكيت منافقين يعني كاين بعض هما اللي بلوكيو او نيفو دو سياسه الكونفدرال باش الشعب باش العمال ما يخرجوش للشارع واليوم ينضيف للوثيقة يعني حتى تقل عن المستوى يعني القيادات معها لحد الان في الحركه يعني ما باش يعني موقف على كتاب يعني كل الحقائق نقابات مستقله غير للاسف للاسف يعني استاذ فرقينس للاسف صوتك يعني ماهوش واضح للاسف جدا يعني ان شاء الله نحاولوا مره اخرى اذا كان يمكن في امكانيه نصلحوا ربما في الخلل. رجعت لنا الان استاذه اسماء كانت معنا اليوم مكملات قطع الخط من هنا من منستر. اسماء كانت حضرت المسيره اليوم في الحراك الطلابي. اسماء السلام عليكم الزفلة. اسماء راهي معنا؟ اسماء لا للاسف ربما انقطع الخط من المصدر مره اخرى. خلينا نشوف هذا الفيديو. هذا الفيديو جمعنا حاولنا نجمعوا الولايات كما قلت خرجوا في تيزي وزو في بجايه في الجزائر العاصمه في وهران في عده مناطق. ان شاء الله نشوفوا هذا الملخص ثم نولي لكم.
استاذ مخيوب، يعني ربما نخلص الحصه معك. عندي سؤال، ربما الجزائر الان تصل مع الناس وهضروا معايا الناس، كان في المجتمع كان خوف، خوف على مستقبل الجزائر، خوف امام هذا العناد من النظام. هل عندك هذا الخوف؟ يعني رغم فيه امل كتشوف الشعب هذا خارج، بصح هل هناك شك ان هذا النظام راح يدي الجزائر الى الهاويه؟ خائفا. لماذا اخاف؟ عندما ارى انه ولاد بلادي وبنات بلادي من هذا الشعب يعني اصبحوا ديزاكتور بوليتيك، اصبحوا يعني فاعلين سياسيين حقيقيين. يعني لا ننسى انه في افريل 2019 كان 18 افريل كان مبرمج انتخابات شكليه لاعطاء العهده الخامسه لبوتفليقه. يعني اليوم كان ما خرجوش الملايين من الجزائريين والجزائريات في شهر جانفي في خراطه او في فبراير 22 فبراير في باقي كل ولايات الوطن، اليوم رانا تحت العهده الخامسه لبوتفليقه ومع سلال ومع يحيى ومع الطحكوت مع ربراب والى اخرهم من الفاسدين والمفسدين. يعني كيف اخاف على بلدي والشعب اليوم اصبح هو المؤثر السياسي الفعلي واسترجاع يريد استرجاع استقلاله المسلوب في 62 وسيادته السياسيه ويريد بناء دولة الحرية دولة الديمقراطية. الخوف من مشروع العصابة، لأنه الطغمة الحاكمة اليوم يعني إن لم ولن تقبل كل الأطروحات السياسية يعني كل ما يطرح عليها من مخارج سياسية سلسة سلمية تحفظ لها يعني ماء الوجه وسلامة أفرادها وكل يعني وسلامة كل الجزائر من عسكر ومدنيين، هذه الطغمة أتمنى أن لا تذهب إلى يعني ما لا يحمد عقباه، لأنه لا التاريخ ولا الدول العظمى ولا الشعب الجزائري سوف يقبل يعني أن تصبح الجزائر يعني يصبح في الجزائر هناك عنف سياسي، لأنه المنطقة يعني ما تعيشه ليبيا وما تعيشه منطقة الساحل لا تسمح للدول الأوروبية وخاصة دول الجنوب الأوروبي أن تدخل الجزائر في دوامة عنف. يعني أول ما أطلقوا رصاصة في أكتوبر 88 على جزائريين يعني دخلنا في 15 سنة أو 20 سنة من حرب ضد الأهالي وراح ضحيتها 200 و250 ألف قتيل وتخلف سياسي، تخلف اقتصادي، تخلف ثقافي، يعني تراجع في مستوى التعليم، تراجع في مستوى الجامعة، تراجع حتى في مستوى الخطاب الديني في المساجد أو التربية الدينية في المساجد ويعني في المجتمع. إذن على الجيش الجزائري وقيادة الجيش خاصة أن لا يعني تقوم بنفس الأخطاء التي قامت بها القيادات السابقة للجيش الوطني الشعبي، وكذلك عليها أن تستخلص يعني دروس التاريخ أن كل الديكتاتوريات العسكرية يعني سواء كانت في أوروبا أو في أمريكا الشمالية أو حتى في الوطن العربي الذي بدأ في نوفمبر وديسمبر 2010 في تونس والذي بدأ في جانفي 2011 في ساحة التحرير في القاهرة والذي بدأ في تونس، يعني هذه يعني عجلة التاريخ نحو التغيير السياسي والذهاب إلى الحريات السياسية، هذه العجلة لن يوقفها لا القائد صالح ولا عبد الفتاح السيسي ولا بشار الأسد. إذن هي حتمية سياسية. الشعوب اليوم فهمت أن مستقبلها هو في إطار الدولة المدنية الديمقراطية التي تحفظ الحريات الأساسية الجماعية والفردية. هذه الشعوب يعني فهمت مصيرها السياسي، فهمت تاريخها السياسي، فهمت كل الأكاذيب والأكذوبات التي بيعت لها بعد الاستقلال من جعل بعض الأسماء وبعض الوجوه أنها هي البطلة وهي من أتت بالاستقلال، وفهمت من هو من، يعني من هو من كان مجاهدا حقيقيا ومن كان مجاهدا مزيفا، من كان بياع ومن كان حركي ومن كان في الحركة الوطنية ومن كان وطنيا ومن قتله الاستعمار ومن قتلته يعني بعض جهات الثورة. يعني كل هذا الشيء الذي هذه الأكذوبات التي يعني أريد لها أن تكون منذ الاستقلال، يعني اليوم الشباب اللي عنده 20 و23 و25 سنة فهمها والحمد لله. نحن نجحنا في معركة الوعي، الوعي السياسي نجحنا فيه. اليوم قاتلنا معركة بناء الدولة، وبناء الدولة أنا كيحيى مخيوبة
كمواطن جزائري بسيط ما بين 43 او 44 مليون مواطن، يعني ندائي الى القياده العسكريه، تعالوا الى كلمه سواء. الحلول والحلول السلميه والتوافقيه لا زالت مطروحه فوق الطاوله. التعنت السياسي الذي انتم فيه هو هذا التعنت الذي سوف يؤدي بكم الى السجون والى الهاويه. الجنرال توفيق الذي انتم سميتموه برب الجزائر اليوم هو مسجون. طرطاق المجرم الكبير الذي كان لا يتنفس امامه يعني ضباط المخابرات اليوم هو مسجون. يعني الدنيا دور، تعالوا الى كلمه سواء. والتعنت السياسي لن يخدمكم ولن يخدم الوطن. بارك الله فيك سي حيم خيبا على مغنى الساتي لانك سي فرنسا تنميرت. شكرا جزيلا استاذي. اشكر هذا نعطس السيده حكيمه الصباحي تسلمت لنا كل سي فقايات تسوارك مثلا كلمه كبيره نغمس سي الجزائر ثمنه. خذينا اعزائي المشاهدين مثل خطرتها يا رب وهي الموسيقي. كنشكر عطاس سميت قام وكيدنا ودينا كنقيم العربي مازال لا كوفرتور تكمل ديال المغرب يعطي سنات لو كذا تمز. والسلام عليكم. Thank you.